كوم فو سافي معناها الكوفيد كان لديه انعكاسات سلبية وإيجابية. إذا كان نحكيو على الإيجابيات نتاعو هو طرق التواصل تبدلت ما بين صاحب المؤسسة واللي كولابوراتور نتاعو. احنا هنا باش ان شاء الله معناها اون رولونس لي زاكتيفيتي دي زونتربريز ابري كوفيد ونوجهوهم في سبيل انه تتطور مؤسستنا. احنا في الضيافة نتاع لو بي ام اي avec les dirigeants de l'entreprise باش نحاولوا on va essayer un peu de parler de le post covid donc كيفاش تعدى الكوفيد عليهم لي ريسورس هيومان شنو صار فيهم كومون بوستي لاكتيفيتي بعد الكوفيد. ما شاء الله لو بي ام اي جابوا خيره لي ديريكتور دونتربريز لي شيف دونتربريز في صفاقس حتى في دوتر زون انكس شويه لصفاقس دونك اون اسبير كو ان شاء الله هذوما لي زوكازيون هذوما يوليو ديما يتعاملوا ديما معناها باش نجموا هكا نظهروا بالثقافه نتاعنا بالمانجمنت نتاعنا في تونس. لازمنا نحضروا كاصحاب مؤسسات نحضروا شيف دونتربريز الا بور اون رولونس اللي نشوفوها قاعدين نسمعوا على فما بامال دو رولونس في عده معناها بلدان. احنا تونس يلزمنا نكونوا مش سباقين ولكن يلزمنا ناخذوا القطار ويلزمنا نحضروا روحنا للشيء هذايا. هذا مش بالساهل يلزم ان انكادرمون. تعودنا في لي بي ام اي الا نكونوا معناها سباقين للكل ما مش يحدث في المستقبل. كما خدمنا على لي ريفورم كما خدمنا على لا استراتيجي ايكونوميك هذا يلزم يقابله حضور للشيف دونتربريز حضور على كل المستويات. واليوم الحضور ماشي ندعموه بين فورماسيون جو بونس تري انتريسونت كومون معناها ريلونسي لاكتيفيتي ابري كوفيد.